مساء الخير عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد في قناتنا. انا عماد خليل، وفي الفيديو دوت زي ما انت شايف كده اهوت احنا هنشرح فيه طرق كتيره جدا توصل ل 13 طريقه تقدر تعمل بيهم سيريال نمبر على الاكسل. يعني تقدر تقول كده اهوت كل اللي ممكن تعمل بيه طريقه لسيريال نمبر، وهيبقى فيه تكمله الفيديو دوت بحبه تريكات ازاي ان انت تقدر تتعامل مع المواقف المختلفه للسيريال نمبر. خلينا في الفيديو بتاعنا، الفيديو بنقول فيه في 13 طريقة هنعمل بيهم سيريال نمبر. مش هطول عليكم عشان فعلا الموضوع حلو وهيخليك تعرف كل الطرق الممكنة ان انت تقدر تعمل بيها سيريال نمبر في الاكسل. يلا بينا نبدأ. اول واسهل طريقه زي ما انت شايف كده اهوت هو اللي بيضمنها لك الملف بتاع الاكسل اصلا، ان انت لو بصيت على العمود اللي على الشمال كده اهوت هتلاقي فيه اوريدي ترقيم، فدوت ممكن تقدر تحسبه ان هو سيريال ليه. تلاقي كده اهوت لو عملت كنترول عشان تشوف صفحه فاضيه خالص كده اهو هتلاقي الترقيم قدامك اهو ظاهر في البار اللي على الشمال بتاع اكسل في الارقام بتاعتك. فده اسهل طريقه ان انت ممكن تعتمد عليها في الاكسل ان انت تكون بتشوف السيريال نمبر بتاع اي ديتا عندك. تاني حاجه معانا في الفيديو بتاعنا الطريقه البسيطه جدا اللي اكيد كتير مننا يعرفها، هو ان انت تكتب 1 2 وتروح مظلل عليهم كده وتيجي عند ماوس لما يتحول لعلامه البلس وتروح ساحب كده اهوت، فتبقى عملت سيريال نمبر على حسب ما انت عايز. ودي برضو طريقه سهله جدا في عمل السيريال نمبر، تقدر تستخدمها حسب ما انت عايز. تالت طريقه معانا هي طريقه اسرع كتير واحسن كتير في ان انت تعمل السيريال نمبر عن طريق فيل. قائمه فيل يا جماعه هتلاقيها في هوم، ونروح على اقصى اليمين هنلاقي كلمه فيل هنا اهوت، هندوس كده اهوت هنلاقي كلمه سيري. اول ما نفتح سيري انت مثلا حاطط رقم 1 هنا اهوت وواقف عليه بالماوس، مثلا هتقول ان انت عايز كولوم يعني عمود ومن 1 لمثلا ل 100، وتدوس اوكي هتلاقي المية اترموا على طول قدامك زي ما انت شايف بمنتهى السهولة. ودي اسهل واسرع طريقة توصلك لسيريال لو انت عايز ارقام كتيرة قوي بمنتهى البساطة. بنفس اللوجيك برضو بالعرض يا جماعة، لو كان دوت هيفيدكوا اللي هو زي ما انت شفت كده اهوت من سيري سيريز، هتلاقي برضو هنا هو تروز يعني بالعرض وتقدر تعمل سيريال. بس طبعا عادة الناس بتستخدم السيريال في الارقام بالطول مش بالعرض. رابع طريقة معانا في سيريال نمبر هو زي ما انت شايف كده المعادلة اللي اسمها رو. رو دي بتخليك تقدر تتغلب على واحدة من أهم المشاكل في السيريال نمبر أو في التسلسل بتاع الأرقام. أول حاجة عشان نعرف نعمل المعادلة مثلا هنعملها هنا هو يساوي رو، وبعد كده نفتح قوس ونقفله ونبص فوقينا في كام صف، فوقينا في صفين يبقى ناقص 2. طبعا هي المعادله كده عشان يبقى فاهم ان ده اول صف ليه اللي هو هيبدا برقم 1، وتدوس انتر هيديك رقم 1، وبعد كده هو تروح ساحب زي ما انت عايز. الميزه الخرافيه في اللقطه ديت يا جماعه هي ايه؟ هي ان انت بمنتهى البساطه لو جيت مثلا دلت كده اهوت الصف دوت عشان اي سبب هتلاقي المعادله بتاعتك بتتظبط لوحديها، وديت فعلا فعلا حل سحري لناس كتير بتعاني من ان لما بيعملوا سيريال نمبر بالارقام العاديه ويمسحوا وتلاقي السيريال اللي اتضرب وتقعد تعيد فيه من الاول. لا، معادله رو ديت تقدر توفر عليك الهيدك ده والمشكله ديت، وتخليك لو انت عملت ديليت لاي حاجه تلاقي السيريال نمبر بتاعك بيتظبط بمنتهى البساطه. فاكيد في ناس كتير هتستفيد قوي من الحته ديت في السيريال. خامس حاجة معانا يا جماعة زي ما انت شايف كده اهوت ان انت تكتب 1 وتيجي على السيل اللي وراه تكتب السيل نفسها زائد 1، وبعد كده اهوت تروح جاي ساحب المعادلة في تاني سيل كده اهوت هتلاقيه بيقول لك 3 4 5 والسيريال بمنتهى البساطة. ودي برضو طريقة ناس كتير بتستخدمها في ان هي تعمل سيريال نمبر. سادس طريقة معانا يا جماعة عن طريق استخدام المعادلة اللي اسمها كاونتا.
كاونتا. بتعمل ايه كاونتا ديت؟ بتخليك ان انت تقدر حسب ايه المنتجات اللي على يمينها تحسب سيريال نمبر. المعادله كالتالي يا جماعه، هتقول يساوي كاونتا وبعد كده تفتح قوس وتيجي على السيل، المفروض طبعا انت بتبقى على شمالها السيريال، بس انا عشان عامل معادله اوريدي، ونقطتين فوق بعض اللي هي الشيفت مع حرف الكاف، هتلاقي الرقم اتكرر تاني. تيجي بقى على رقم 3 اللي في اول واحده وتروح عامل شيفت مع الاربعه عشان يديك واحده ساين اللي هو نثبت رقم 3 الرو او الصف بتاع رقم 3 وتدوس انتر. خلاص اداك رقم 1 تسحب كده اهوت معاك، اداك 2 3 4 وزي ما انت عايز حسب ايه البيانات اللي على يمينك، ويبقى كده انت عملت سيريال نمبر بمنتهى البساطه. فبرضه ديت واحده من الطرق اللي ممكن نستفيد بيها ان احنا نقدر نعمل سيريال نمبر في الاكسل. الطريقه رقم 7 يا جماعه، وهي عن طريق ان احنا نستخدم الرومان نمبر، الارقام الرومانيه. زي ما انت شايف المعادله، تعالى نعملها هنا اهوت لوحدينا، هنقول ايكوال رومان وبعد كده نفتح قوس رو ونفتح قوس تاني ونقفله ناقص 2 زي ما احنا عرفنا، وبعد كده اهوت اداك اول رقم في الرومان نمبرز اللي هو ده. اسحب كده المعادله معاك، هتلاقي الرقم الثاني الثالث الرابع، وزي ما قلت لك دي الرومان او الارقام الرومانيه، فانت برضو تقدر بيها تعمل سيريال نمبر في الاكسل لو انت حبيت. الطريقه رقم 8 يا جماعه، طريقه فعلا هتبهر ناس كتير وهتسهل على ناس كتير الشغلانه، وممكن فعلا ناس تكون حابه قوي الفيديو دوت علشان الطريقه ديت، وهي ان انت تقدر بتكت زرار تعمل اي عدد من السيريال نمبرز بمنتهى البساطه، بس دوت من خلال ان انت هتعمل كود على الفيجوال بيزك. طبعا انا اوريدي حاطط الفيجوال بيزك كود جوه الاكسليه ديت، فاوعدكم ان انا ان شاء الله هحطها في الشرح تحت كلينك، بحيث ان اي حد يعوزها يقدر يداونلود الفايل بالحركه ديت، ان هو يقدر يعمل فيجوال بيزك ويطلع السيريال نمبر بالطريقه الجامده دي. تعالوا نجرب مع بعض، عندنا طريقتين في ان احنا نعمل سيريال نمبر عن طريق الفيجوال بيزك. اول طريقه طبعا احنا عشان نقول على الفيجوال بيزك ممكن نروح من ديفلوبر تاب، نروح على ماكرو وهنلاقي هنا الماكروز متسجل 1 و2، ودي الاكواد بتاعتهم، وطبعا انا اوريدي قلت لكم هسيب لكم الفايل موجود في الشرح تحت. اول واحد لو دوست عليه رن كده اهوت، هتلاقي جاب لك الويندو دي بيقول لك انت عايز تحط قد ايه سيريال، فمثلا انا هقول له 10، يعني هو هيقول لي من 1 ل 10، هو بيفهم كده اهوت على طول في الموضوع ده، ودوس اوكي. بص يا جماعه، مجرد ما عملت كده اداني من 1 ل 10 بمنتهى السهوله. تعالى بقى نعمل حركه ثانيه برضو فيجوال بيزك، بس يمكن بعض الناس تكون محتاجه الشكل ده، ان هو يحط الارقام بس متكرره. يعني ايه؟ يعني بدل ما يقول 1 2 3 4، لا 1 و1 تاني، 2 و2 تاني، 3 و3 تاني. يمكن تفيد اي حد في الاكسل. فهنعمل كده ازاي يا جماعه؟ برضو ممكن نروح من ديفلوبر تاب، وطبعا يا جماعه لو حد حابب يعرف ازاي بيظهر الديفلوبر تاب، عشان ممكن ناس بعض الناس تبص ما تلاقيهوش ان هو ظاهر عندها، لو رحت على اللينك اللي قدامك دي هيشرح لك بمنتهى البساطه ازاي ان انت تقدر تظهر الديفلوبر تاب. فبلاش نروح من الديفلوبر تاب، هنروح من طريق تاني من فيو هنا اهوت، هنلاقي كلمه ماكرو هنا اهوت، هندوس على السهم اللي تحتيها فيو ماكرو، هنلاقي برضو الماكروز بتاعتنا اهي، هنختار بقى التاني وبعد كده ندوس ران، هيفتح لنا الويندو هنا بقى، نقول برضو 10 بس هنشوف هيظهروا بشكل ايه، وندوس اوكي. هتلاقيهم زي ما انت شايف كده تكرروا تحت بعض، 1 1 2 2 3 3. اتمنى ان الناس تكون فهمت المقصد، ودي عندك الطريقه دي وعندك الطريقه دي، وزي ما احنا قلنا ان الاكسلايه ديت اللي فيها الكود دوت هتكون موجوده في الشرح تحت للي حابب ان هو ياخد. الطريقة التاسعة يا جماعة، طريقة مهمة وحلوة وجامدة جدا لكل الناس اللي بتعمل سيريال نمبر بس مع ديتا او بيانات كتيرة، وبتحتاج ان هي تعمل فلتر وتبقى شايفة السيريال بتاعها مترتب مظبوط. فلو انت عملت كده اهوت وكنت حاطط ارقام عادية خالص في السيريال، هتلاقيها اتلخبطت. في الطريقة ديت اللي بنسميها دايناميك سيريال نمبر، بتلاقي ان انت تقدر كل ما تعمل فلتر تلاقي السيريال بتاعك اتغير.
تعالى بص معايا كده اهوت عشان تبقى مستوعب. تعالى اختار مثلا العاملين دول كده اهوت، هتلاقي السيريال بقى مظبوط. ضيف عليهم مثلا الراجل دوت كده اهوت، هتلاقي السيريال بيعدل نفسه بنفسه. ضيف عليهم الراجل دوت، هتلاقيهم برضو بيعدلوا نفسهم. ازاي انت بتقدر تعمل كده اهوت؟ ده اللي احنا هنعرفه في خطوة دي. ديت اول مرحلة دي. اللي انت محتاجه ان انت تعمل المعادلة دي معايا، تقول يساوي سب توتال، معادلة سب توتال، وبعد كده تفتح كورس. وبعد اول ما تفتح كورس هتلاقي ظهر لك كل الحاجات دي. طبعا معادلة سب توتال يا جماعة كنز في الاكسل، فيها حاجات كتيرة جدا مفيدة، فهنستخدم منها دلوقتي الكاونت. الكاونت هندوس عليها مرتين كده اهوت، هتدينا الرقم اللي هو 3 اللي هو بيشير الى معادلة كاونتا، وبعد كده الكوما، وبعد كده هو هنظلل على اي حاجة في البيانات بتاعتنا. مفترض طبعا ان احنا بنعملها على الشمال زي ما هي ظاهرة قدامك، بس انا بعملها لك بالراحة خطوة خطوة. فهنظلل على هنا اهو، وبعد كده هتروح دايس الشيفت مع حرف الكاف اللي هو نقطتين فوق بعد كده اهوت، هتلاقيها اتكررت تاني البي 4. هتيجي عند البي 4 الاولانية وقبل الاربعة، وتروح دايس كده الخط عشان تحط بقى بشيفت 4 الدولار ساين بتاعتك عشان تثبت الصف بتاعك، وتيجي في الاخر تروح قافله بكوس كده وتدوس انتر. اداك رقم واحد، وطبعا تسحبه للاخر كده اهو. طبعا بدل ما تسحبه للاخر بطريقه السحبه دي، لا تيجي على الطرف كده اهو لغايه ما يتحول الماوس لعلامه البلس او الزائد، ودبل كليك هتلاقيها نزلت معاك لغايه اخر حاجه تحت في الديتا بتاعتك. بعد كده هو تعالى بقى فلتر زي ما انت شايف كده اهوت على كايرو، هتلاقيها اتظبطت معاك زي الفل. تعالى اختار مع كايرو او اختار اليكس، هتلاقيها ظبطت وهكذا. فدي طريقة حلوة جدا تفيد اي حد بيستخدم البيانات الكتيرة وبيبقى محتاج السيريال نمبر وهو بيعمل فلتر على البيانات بتاعته. الطريقة رقم 10 يا جماعة معانا هي طريقة بسيطة جدا للي ناس بتستخدم سيريال بس بأرقام مش ماشية مظبوط ورا بعض. يعني مثلا واحد زي ما انت شايف، ثلاثة، خمسة، فانت عايز تعمل سيريال اللي كده هوت، الحاجات اللي فاتت دي ممكن ما تظبطش معاك، فلازم تعملها كده هوت. ومثلا هتسحب لغاية آخر البيانات بتاعتك، هتلاقي سبعة تسعة اللي هو ايه، نكمل معاك المعادلة بالمنطق بتاع السيريال نمبر. فدي طريقة برضو حلوة من الطرق اللي بيها تقدر تعمل سيريال نمبر. الطريقة رقم 11 هو ان انت تقدر تعمل سيريال نمبر بس للتاريخ. يعني ايه يا جماعة؟ يعني انا زي ما انا بعمل سيريال نمبر للارقام، اعمل سيريال نمبر للتاريخ، يعني احط تاريخ معين واسحب بعد كده. ففي المثال بتاعنا هنلاقي التاريخ مكتوب 1 يناير 21. هنظلل على السيل بتاعتنا كده اهوت، ونيجي لغايه بالماوس لغايه ما يتحول شكل الماوس لعلامه بلس دي، ونروح ساحبين كده اهوت بمنتهى البساطه على حسب ما احنا عايزين، قد ما احنا عايزين بالظبط من تواريخ. فديت برضو طريقه ان انت تقدر تعمل بيها سيريال. فهنا مثلا انت عن يوم 1 لغايه يوم 18، ودي واحده من الطرق اللي بيها تقدر تعمل سيريال بس لتواريخ مش لارقام. الطريقه دي زي ما احنا قلنا يا جماعه هتبقى مختلفه في ان احنا نستخدم الامكانيات بتاعه القايمه بتاعه فيل في ان احنا نقدر نعمل كده. فمن هوم هنروح على فيل، واحنا طبعا كاتبين اول تاريخ، وتيجي كده هو تروح داخل على سيريز تاني، وبرده هنا هو تروح دايس كولم، وطبعا هو عشان فاهم الفورمات ان دوت تاريخ فواقف على تاريخ دي، ومن اول يوم لغايه اول يوم اللي هو متحدد اوريدي لغايه مثلا 31/12/21، ودي اوكي كده هو. تخيل بقى ان انت رصيت سيريال معاك من يوم 1 ليوم 31 بمنتهى السهولة اللي في الدنيا في لحظة واحدة من غير ما تتعب ولا تضيع وقت ولا اي حاجة. فدي الطريقة رقم 12 في ان انت تقدر تعمل سيريال من خلال فيل بس للديت او التواريخ. طريقة رقم 13 يا جماعة الأخيرة فيها إحنا بنعمل قايمة بتاعة التواريخ بس باستخدام الأرقام. فأنت هتعمل سيريال للأرقام عادي كده هوت زي ما أنت شايف كده، وتيجي بقى التاريخ تعمل المعادلة اللي أنت شايفها دي. المعادلة بتاعتنا بتقول إيكوال ديت، وبعد كده نفتح قوس نقول 20 21 اللي هي السنة، كوما،
بعد كده هو واحد اللي هو الشهر كوما وبعد كده رقم واحد اللي هو اليوم بتاعك دوس انت. فاداك اللي هو التاريخ 1/1/2021. تعالى مثلا غير الرقم ده خليه 11 هتلاقيه تحول، خلي دوت 12 هتلاقيه تحول. ودي طريقة برضو من الطرق البسيطة اللي ممكن تعمل بيها سيريال نمبر في الإكسل. آخر حاجة معانا ويمكن ديت ما تكونش كانت في الترتيب بتاعنا للفيديو، وهي حاجة من الأسرار اللي لا أظن حد ممكن يكون علمها لنا قبل كده. هقول لكم على فكرتها وهسيبكم انتوا تجربوا فيها لأنها فعلا حلوة قوي وجميلة جدا. وهي ان انت لو انت عايز تعمل سيريال نمبر برضو تكتب مثلا اول رقمين، وبدل ما تدوس على كليك يمين لا كليك شمال على الماوس، وانت مظلل على الاثنين وكليك شمال على الماوس كده هوت، وتروح ساحب معاك لأي رقم وتقف وتلاقي الويندو اتفتحت معاك كده في السيري في الفورماتنج اونلي ويز اوت فورمات لينير ترند. لما تدوس عليها تفتح جروس ترند فلاش فيل سيريز، كل دي القوائم بتتفتح لك لو انت عملت السحبه دي. وطبعا القوائم اللي مش مفتوحه ديت لو كنت انت بتعمل كده لتواريخ كانت هتلاقيها كمان. وديت من الحاجات انا هسيبكم ان انتوا تجربوا فيها وتشوفوها بتشتغل ازاي، لانها هي فيها كل الامكانيات بتاعه القائمه بتاعه فيل بس من خلال الطريقه التركيه الجامده جدا. ده كان كل الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، اتمنى يكون عجبكم. يا ريت لو كان الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ما تنسوش تعملوا لي لايك، وكمان لو كنتوا لسه مش عاملين سبسكرايب يا ريت تدوس على زرار السبسكريبشن وتفعلوا الجرس بتاع اشعارات الكل عشان يجيلكوا كل جديد. لو عندكم اي اسئله في الاكسل او اي حاجه تخص الاوفيس يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات، واتمنى اشوفكم قريب جدا في فيديو جاي. شكرا لكم وشكرا على وقتكم، والسلام.